إلى الملف الليبي، حيث يواصل الجيش الوطني الليبي تقدمه لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات. وسيطر الجيش الوطني على نقاط أساسية جنوبية العاصمة، في حين أشارت مصادرنا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيرة بعدما دخلت منطقة العمليات في طرابلس. ينضم إلينا الآن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري. سعادة اللواء، أهلا بك معنا. لو تطلعنا على آخر تطورات معركة تحرير طرابلس. أولا أحييكم وأحيي كافة الأخوة المشاهدين. نعم، أؤكد على ما جاء في مقدمة الخبر، تقدمات جيدة جدا للقوات المسلحة، خاصة في محور عين زارة وفي محور مشروع الهضبة. كذلك خبر اسقاط الطائرة التركية المسيرة، وهي طائرة مسلحة كانت تنوي استهداف وحداتنا متقدمة في منطقة عين زارة، ولكن وحدات الدفاع الجوي التي سبق لها وحددت منطقة حظر جوي فوق طرابلس تعاملت مع الهدف وتم اسقاط الطائرة وتدميرها قبل تنفيذ أي مهمة من مهام. القوات الجوية كذلك لازالت تقوم بإسناد القوات البرية بتقديم الدعم الناري القريب مباشر لوحدات المشاة على خطوط النار بالكامل. الأمور تسير بشكل جيد جدا. كذلك قدمنا عدد من الشهداء في هذه اليوم، ولكن الحمد لله نجاحات كبيرة، وبإذن الله لازلنا ننتظر كذلك أن شباب طرابلس يستمعوا إلى نداء سيد القائد العام وترك سلاحهم أفضل بكثير من أن يكونوا قتلى أو أسرى لدى جيش الليبي. طيب سعادة اللواء، الهدف في نهاية المطاف هو التوجه إلى قلب العاصمة طرابلس، في ظل ما تتحدث عنه تقدم الجيش الوطني الليبي، هل هناك سقف زمني يمكن الحديث عنه؟ أولا الهدف ليس التقدم إلى قلب طرابلس فقط، ولكن هو تطهير قلب طرابلس من الميليشيات الإجرامية التي أعاثت في البلاد فسادا، وتطهيره كذلك من الميليشيات المتطرفة. الوعاء الزمني للعملية حسب تنفيذ الواجبات القتالية وحسب تنفيذ المراحل الخاصة بهذه المرحلة الحساسة جدا. المهم والأهم لدينا هو الدخول بدون أضرار للمدنيين، حماية المدنيين وحماية الممتلكات، وكذلك نحاول لازلنا في استعمال مقيد الأسلحة الثقيلة حتى لا يكون هناك أي أضرار، وهذا ما يقيد أو ما يجعل الهجوم بطيء ولكنه مستمر وفعال، وهناك وحدات الآن تنتظر خارج خط العمليات للدخول لتنفيذ واجبات معينة. يعني هناك قتال على مدار الساعة ولن نتوقف القتال حتى إنجاز المهمة. سعادة اللواء، اسمح لي بهذا السؤال، أعود مجددا إلى موضوع إسقاط هذه الطائرة التركية المسيرة. يعني ما كان مهام هذه الطائرة هذا أولا، وهنا دعني أيضا أتطرق إلى حديث الآن يدور بخصوص هذه المعركة، معركة تحرير طرابلس، أيضا بالإشارة إلى الاتفاقيات الأمنية العسكرية التي تم التوقيع ما بين حكومة الوفاق، حكومة سراج وأنقرة. هل الدعم التركي الآن مستمر؟ هل شاهدتم وربما تابعتم أن ازداد هذا الدعم؟ أولا مثل ما تحدث مع قناتكم يوم الأمس، هو الدعم التركي منذ 2014 وهو مستمر ضد القوات المسلحة. كان الدعم في تلك الفترة كان خفيا، ولكن مع بداية معركة طرابلس دخلت تركيا بتقنيات العسكرية الحديثة مثل الطائرات المسيرة، مثل غرف العمليات الآلية، مثل المدرعات، وكذلك الأسلحة القناصة والأسلحة المضادة للدروع. الاتفاقية التي وقعها سراج، وهي اتفاقية غير شرعية بكل المقاييس الدولية والمحلية، هي كانت تأتي في إطار الإعلان الرسمي أو إعلان أن يكون الدعم علني ودعم يكون أمام المجتمع الدولي، وبالتالي أعتقد أن أردوغان يفكر في إرسال مزيد من القوات على الأرض. الطائرة التي تم اسقاطها اليوم هذه لها فترة متواجدة، منذ فترة متواجدة بقاعدة معتيقة، ونحن نرصد في هذه الطائرة، وكانت في مهمة قتالية لأنها طائرة مسلحة، ولكن لم تصل لتنفيذ أهدافها نظرا ليقظة وسائل الدفاع الجوي. أشكرك على المشاركة معنا اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج إن الوقت قد حان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وفرض الاتفاق بين الفرقاء بالقوة.
لقد آن الأوان لطي صفحة حكم الفرد الواحد، والفكر أحادي الاتجاه، والصوت الأوحد، وفرض الاتفاق بالقوة. فهذا زمن ما بعد فجر فبراير، والذي يكفل للجميع المشاركة في بناء وطنهم والمساهمة في استقراره عبر آليات الحكم الديمقراطي التي اعتنقها العالم الحديث وتبنتها الشعوب الحرة كأداة لإدارة الاختلاف. وأضاف السراج أن حكومته كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق في منتصف أبريل الماضي يحقق لليبيا الأمن والسلام ويحقق مصلحة الليبيين جميعا. لقد كنا على مشارف الالتقاء جميعا على كلمة سوا في منتصف أبريل في غدامس الحديث عن مستقبل يجمعنا وعن أحلام نشترك فيها لوطن ملؤه السلام والاستقرار والأمن والأمان. فهذه رسالتنا وهذا مناط قبولنا بهذه المهمة. غير أن دعاة الحرب وأهل الخراب وعلام الفتن وكل من يقف ورائهم كانت لهم نظرة أخرى، قرروا جميعا شن هجومهم الغادر على طرابلس الوادعة عاصمة الليبيين دون استثناء، يسوقون في ذلك حجج واهية ورويات غير متماسكة عن تطهير البلد من العملاء ومن الإرهاب. نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا، ينضم إلينا الآن من تونس رئيس تحرير الحدث الليبية محمود المصراتي. سيد محمود أهلا بك معنا، كيف يجب أن نقرأ هذه التصريحات الصادرة من رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج عندما يتحدث ويقول بأن هذا الوقت الآن قد حان لطي صفحة حكم الفرد الواحد وفرض الاتفاق بين الفرقاء بالقوة؟ تحية لك ولكل مشاهديك، وأيضا تحية إلى لواء أحمد المسماري الذي كان ضيف عليك عبر الهاتف قبل قليل. للأسف فايز السراج ما زال منفصل عن الواقع. الرجل ليس لديه ما يقوله سوى ما تمليه عليه جماعة الإخوان المسلمين، هم الذين يمدون له أو يكتبون له هذه البيانات الجوفاء. الرجل يتحدث عن أن هناك كان وفاق في 4-4 وكان في اجتماع في غدامس، وهذا حديث بجانب الصواب، لم يكن هناك أي وفاق، بل بالعكس فايز السراج شخصه هو في شخصه والمجلس الرئاسي الذي يرأسه أتى نتيجة توافق سياسي أو نتيجة اتفاق ما يعرف اتفاق الصخرات، وبالتالي هو تحول عبر جماعة التي امتضتها تحول إلى طرف في الصراع. مسألة الحديث على أنه حكم الفرد، الرجل يتحدث الآن عن حكومة عن دولة مدنية في هذا الخطاب، وقبل يومين فقط قام بالقفز من شباك من أحد شبابيك الحمامات أو دورات المياه الخاصة بديوان رئاسة الوزراء، هجمت عليه الميليشيات بأسلحتها المتوسطة والخفيفة وقام بالفرار، وهذا موثق وكل وسائل الإعلام المحلية والدولية والعالمية تناقلت هذه الأخبار، وقام بالفرار هو وزير المالية الخاص بحكومة الوفاق المدعو أبو مطاري. وبالتالي الحال ما يسوقه من أوهام فايز السراج يعلمها الليبيين. فايز السراج اليوم خرج الليبيين يسوق أوهام غير موجودة، يتحدث عن دولة مدنية غير موجودة، يتحدث عن أن هناك ناس تريد الخراب وتريد الحرب أيضا وتشن حرب على ما يتحدث بأن حكومته كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق. أي مصلحة أي مصلحة سيدتي الفاضلة؟ أبدا أبدا أبدا، حكومته استباحت خزائن الدولة لأكثر من 5 سنوات، الميليشيات هي من تسيطر على قرار وزارة الخارجية تسيطر عليها بالكامل، الميليشيات، وزارة المالية، وزارة التعليم، كل وزارات الحكومة، المجلس الرئاسي في نفسه. فايز السراج قلت قبل يومين الميليشيات بالأسلحة الخفيفة والأسلحة المتوسطة، وحتى أنتم نقلتوا الخبر مباشر عبر قناتكم الموقرة، الميليشيات من أجل التوقيع على مكافأتها المالية أجبرت فايز السراج الذي يتحدث اليوم عن الدولة المدنية على القفز من أحد شبابيك دورات المياه الخاصة بمكتبه، وبالتالي الرجل منفصل عن الواقع فعلا، الرجل يتحدث في حديث غير موجود أصلا. ولماذا يخرج بمثل هذه التصريحات اليوم سيد محمود؟ هل هناك أي علاقة بهذه التصريحات في ظل ما يحدث في الداخل الليبي، في ظل التنديد الدولي بهذه الاتفاقية التي وقعها مع أنقرة؟ ربما، ولكن الأكثر هو جاءت رد على الكلمة المتلفزة أو الخطاب المتلفز الذي أو البيان المتلفز الذي ألقاه السيادة المشير خليفة حفتر. كان بالأمس تحدث فتحي بشاغة عبر أحد القنوات المحلية، اليوم كان لابد أن يخرج فايز السراج ويفند هذه ساعة الصفر الذي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة والتي تطبق على الأرض الآن بالفعل، مثل ما قال لك السيد اللواء أحمد المسماري،
القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور في طرابلس، وخاصة محور عنزارة الذي تحقق فيه تقدمات كبيرة. القوات المسلحة تسير بنمط عدم استهداف المدنيين والمباني، استخدام محدود الأسلحة الثقيلة وفي حالات معينة، وبالتالي هذه النجاحات أجبرت فايز السراج على أن يخرج اليوم ويقول بكل صفاقة بأنه ليست ساعة صفر، بأنها ساعة وهم. الوهم الحقيقي هو ما يعيشه فايز السراج. القوات المسلحة الآن تدك في معاقل الميليشيات، القوات المسلحة تحركت من الرجمة أكثر من 2000 كيلومتر وهي الآن في قلب العاصمة طرابلس، يفصلها فقط بعض الكيلومترات طبعا. وآخر التطورات أخذناها قبل قليل من اللواء أحمد المسماري. شكرا لك سيدة محمود المصراتي رئيس تحرير الحدث الليبية، كنت معنا من تونس. المزيد من الملفات ضمن غرفة الأخبار ونتابع بعد الفاصل. احتجاجات العراق، دوامة الأزمة والتظاهرات.